أول أخبارنا بتقول إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح السيد رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، وأكد سيادته على حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في شتى الأصعدة، وده من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة، وده انطلاقا من العلاقات الأخوية اللي بتربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بوزير الخارجية الجزائري في مصر، طالبا سيادته نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، ومثمنا سيادته المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين. كما أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة، وذلك للانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب اتساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه نقل الوزير العمامرة إلى السيد الرئيس رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، معبرا عن تطلعه لمزيد من التنسيق والتشاور مع السيد الرئيس خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المتعددة الأشكال التي تواجهها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء خلال العام الجاري، فضلا عن عقد الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون والتضامن. وعلى صعيد القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، تم التباحث حول مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة، حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية خاصة العسكرية والأمنية، تعزيزا للجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في تونس الشقيقة، أكد الجانبان على استمرار الدعم العربي للرئيس قيس سعيد وما يقوم به من إجراءات وجهد حثيث لتحقيق الاستقرار في البلاد. امبارح كمان القوات المسلحة المصرية والسعودية وصلت تنفيذ فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك 5، وده بيتم تنفيذه على مدار عدة أيام في السعودية، وبيشارك فيه وحدات من القوات الخاصة لكلا الجانبين، بالإضافة لعناصر من المشاة والمدرعات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة. واصلت القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفيذ فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك 5، والذي ينفذ على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية، ويشارك فيه وحدة من القوات الخاصة لكلا جانبين، بالإضافة إلى عناصر من المشاة والمدرعات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة. وقد شهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب، والتي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين. وتواصل عناصر من المشاة والمدرعات مدعومة بعناصر من الأسلحة التخصصية المختلفة التدريب على أعمال الاستطلاع واحتلال المناطق الدفاعية وصد وتدمير العدو باستخدام نظم ومقلدات الرماية المايلز لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة
وظهر خلال التدريب المستوى الراقي للقوات ومدى ما وصلوا إليه من تفاهم ومهارات ميدانية وقتالية عالية. كما قامت القوات الخاصة لكلا البلدين بتنفيذ أنشطة تدريبية مكثفة تخللها تنفيذ عدد من الرميات النمطية وغير النمطية. كذلك التدريب على أعمال الاقتحامات والإخلاء. وتنفيذ أعمال الكمين والإغارة على الأهداف المعادية. والتي تركزت على التدريبات الاحترافية لعناصر القوات الخاصة لكلا البلدين. فيما نفذت قوات المظلات تدريبات على الإعداد والتجهيز والتحميل للأفراد. وتنفيذ عدد من القفزات المشتركة أظهرت مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من مرونة ومهارة عالية. ولمجابهة حروب الجيل الخامس تم عقد العديد من المحاضرات النظرية ومنها محاضرة عن الأمن السيبراني والتي تتناول طرق التهديدات والهجمات الإلكترونية وأفضل الأساليب للتصدي لها. يهدف التدريب تبوك 5 إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والإدارة والتنفيذ، فضلاً عن دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسعودية. الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي جالوت 9 واللي بتجريه المنطقة الغربية العسكرية، ويستمر لعدة أيام ده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسة وعدد من قادة القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي جالوت 9 والذي تجريه المنطقة الغربية العسكرية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للمنطقة الغربية العسكرية، مؤكدا على عزم مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية على بذل الغالي والنفيس للذود عن أمن الوطن والحفاظ على استقراره. بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين في المشروع في اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية، مشيرا إلى جهود القوات المسلحة المستمرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة للحفاظ على مقدرات الوطن، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات وزيادة إمكاناتها وقدراتها في مختلف التخصصات، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة. كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدراتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع امبارح رفع كفاءة الخدمات السياحية في سانت كاترين، وده تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال الدكتور مدبولي ان قطاع السياحة والآثار بيحظى باهتمام كبير وبيتم توفير كل الدعم ليه، وده من اجل زيادة الحركة السياحية الوافدة الى مصر.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الأخبار اللي تم تداولها في منشور منسوب لوزارة الصحة بيقول إنه اللي يحس بأعراض كورونا ما يروحش المستشفى، إن الوزارة هتبعت فريق استجابة يعمل له فحص في البيت. المركز الإعلامي تواصل مع وزارة الصحة لقالت إن ده منشور مزيف ومش حقيقي، وإنه الشائعة دي تم نفيها قبل كده بتاريخ 4 مايو 2021، والوزارة أكدت على إنه مفيش فرق طبية هتعمل فحص في البيت، واللي يحس بأي أعراض كورونا يتوجه فورا للمستشفيات المخصصة لاستقبال حالات كورونا، وهيتم إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة. يعني مرة تانية عشان بس ما يحصلش لبس عند حضراتكم، في إشاعة بتقول إنه محدش يروح المستشفيات لما يحس بأعراض كورونا، إنه في فرق طبية هي هتيجي البيت. دي إشاعة، وإشاعة قديمة، يعني دي إشاعة دي كمان بالسنة اللي فاتت. اللي يحس بأي أعراض كورونا يتوجه للمستشفيات أو المراكز المتخصصة عشان يطمن على نفسه. بعد إذن حضراتكم مفيش فرق طبية بتيجي البيت، عشان حتى لو حصل بقى يعني على سبيل الغش، لو حد كلم حضراتكم إحنا فرق طبية بتيجي البيت والكلام ده، مفيش الكلام ده. للأسف في الفترة اللي فاتت في ناس بتقع فريسة لي، يعني بعض الناس اللي بيدعوا ان هم بيعالجوا جائحة كورونا او الفيروس ده تحديدا، وبيستغلوا الناس. هو استغلال مش اكتر يعني. صحيح. كل المستشفيات موجودة ومتاحة امام حضراتكم، ويمكن الحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا ان الموجة الرابعة او الخامسة بقى الخاصة بأوميكرون، يمكن الموجة دي هي شديدة الانتشار او سريعة الانتشار، لكن مش شديدة العدوى. يعني الحدة بتاعتها اخف شوية الحمد لله، شديدة العدوى أعراضها أقل مرضها. الحمد لله نعمة برضه يعني. بالنا بس بعد إذن حضراتكم. طيب معنا خبر تاني بيقول إن امبارح الدكتورة إناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عقدت مؤتمر صحفي. المؤتمر ده أعلنت فيه تفاصيل فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي هيعقد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار هوية مصر الثقافية وسؤال المستقبل، ويقام في الفترة من 26 يناير وحتى 7 فبراير، وهتكون دولة اليونان ضيف شرف فيه. والكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، وهيشارك في المعرض السنة دي 1063 ناشر من 51 دولة. معرض من المعارض المهمة جدا في الحقيقة جمانة، ويمكن الجديد في النسخة دي يعني بحسب ما قريت ان هي هيكون فيها نوع من انواع بقى التكنولوجيا. كل حاجة هتكون ليها من خلال الويب سايت، هيكون الذكاء الاصطناعي هو اللي بيسيطر وبيهيمن على هذه الدورة. ويمكن ده حاجة من مكتسبات بقى ما بعد جائحة كورونا، اللي هو سرع من وتيرة الثورة الصناعية الرابعة، فأصبحت كل حاجة بتحكمها التكنولوجيا، وده في إطار التحول الرقمي اللي احنا رايحين طبعا له. بكل تأكيد، واعتقد في يعني جزء مش بسيط الحقيقة، عدد مش بسيط من المصريين بيكون مهتم جدا بمعرض القاهرة، فيعني احنا كلنا مستنيين ومتأكدين ان شاء الله يعني هيخرج على اعلى مستوى، زي ما احنا متابعين الحقيقة كل اللي بيحصل في مصر في على مدار الايام اللي فاتت. خلينا ننتقل لخبر اخر. امبارح وزير التضامن الاجتماعي نبيل القباج استعرض التقرير عن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الاسر المستفيدة من تكافل، وتم التأكيد على أنه مشروع 2 كفاية نفذ 8.5 مليون زيارة، طرق أبواب للتوعية بتنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة. وقالت الوزيرة أنه المشروع ده بيستهدف 10 محافظات، وهي الأعلى في معدلات الخصوبة، هي البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، إنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر وأسوان، ده بالإضافة كمان لحي الأسمرات. طبعا نقطة وملف وقضية مهمة جدا 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 بكل تأكيد، الأفة اللي بتاكل التنمية الزيادة السكانية. بكل تأكيد احنا مهما عملنا من مشروعات، ومهما حصل عندنا مشروعات تنموية، مهما حاولنا نعمل احنا بنجري، يعني المشروعات دي بتجري وفي نفس الوقت الزيادة السكانية بتجري، فعمرنا ما هنحس بأي مردود ولا هنحس بأي خير. يعني خلينا ناخدها على زي ما بيقولوا سكيل صغير، هي نسبة وتناسب، التنمية بتزيد كل ما بتزيد معها الزيادة السكانية كأنك ما عملتيش أي حاجة. هي اسمها جودة المعيشة. لما احنا نخلف كتير، احنا المهم ان احنا نخلف كتير ونتعبهم ونشغلهم بدري ونجوزهم بدري ونعمل كل الكلام ده، وما نعلمهمش وما نهتمش بصحتهم، ولا نخلف 2 نعلمهم كويس ونشوند وناخد بالنا منهم وصحتهم تبقى كويسه، ايه احسن؟ وعاوزين نبطل المقوله اللي بتتقال دايما يعني عند اهلنا في الارياف تحديدا، فكره ان العيل بيجي برزقه.
لا هو انا افكر العيل اللي هيجي ده هوفر له زي ما انت ما قلتي جوده تعليم عامله ازاي، شكلها عامل ازاي، جوده حياه شكلها عامل ازاي. انا خلفت حلو قوي، اكيد ربنا هيرزقني، بس الرزق ده لما يروح لواحد او اتنين ويتم الاستثمار فيهم بشكل جيد كتعليم كصحه كلبس حتى كاكل كشرب، ولا يبقى اربعه يعني بالظبط. للاسف دي مشكله، ولكن عندنا حتى تشريعيا بقى في قوانين بتغلظ عقوبة إن كان زواج القاصرات أو عمالة الأطفال. يعني إحنا أولادنا فعلا مهمين جدا، وأولادنا هم مستقبلنا ومستقبل البلد دي، فلازم ناخد بالنا منهم، ناخد بالنا من تعليمهم من صحتهم. العيال عزوة طبعا طبعا، وإن يكون عندنا أولاد كتير حوالينا حاجة حلوة، كل الكلام ده حلو جدا، لكن ده كان في وقت لهم زمان حياة شكلها عامل إزاي بالظبط. يعني ما عنديش دلوقتي مشكلة أنا أخلف 3 4 5، بس الفكرة كلها هل أنا قادر على فكرة إن أنا كل شخص فعلا هتسأل أنا يعني علمته إزاي، ربيته إزاي، وفرت له حياة شكلها عامل إزاي، فهل أنا قادر على توفير حياة كريمة لكل شخص من الأشخاص اللي هيتم إنجابهم، ولا فكرة إن أنا بخلف والعيل هيجي برزقه وخلاص وزي ما تيجي بقى قدرت أوفر له وفر له ما قدرتش خلاص. ده غير الأم كمان اللي بتتعب، يعني ده غير كمان صحيح. الأم اللي بتبقى مجهدة، فهو الموضوع فعلا مش بسيط ومش سهل ومش مجرد حملات توعوية بتحصل، لا الموضوع فعلا مهم جدا وقضية مهمة جدا. طيب في قضية تانية لا تقل أهمية عن القضية الخاصة بملف الإنجاب والتعداد السكاني، وهي الجرائم اللي دايما يوم بعد التاني بيتم ضبطها من قبل وزارة الداخلية. عشان كده وزارة الداخلية نشرت امبارح فيديو بيوضح جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم غسيل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. في إطار تصدي أجهزة وزارة الداخلية لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية والإضرار بالمال العام، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلين عصابيين بالقاهرة وسوهاج لقيام عناصرهما بغسل 52 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والإتجار في المواد المخدرة من خلال إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضي بهدف إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة. بحجم تعاملات بلغ طبقا للفحص المستندي 20 مليون و340 ألف جنيه، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط نشاط إجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث نجحت في ضبط عناصر 3 تشكيلات عصابية بالإسماعيلية والبحيرة يقوم عناصرها بتلقي تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل بث فيديوهات لأشخاص تلقى رواجاً وانتشاراً على شبكة المعلومات الدولية واستبدالها بالجنيه المصري وتسليمها لأصحاب الفيديوهات مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. الإدارة وعلى صعيد تصديها لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمكنت من ضبط تشكيل عصابي لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين بالإسماعيلية بادعائهم أنهم يملكون قطعة أرض أقام عليها مول تجاري خلافاً للحقيقة ورغبتهم في إنهاء إجراءاتها مقابل 10 ملايين جنيه. كما نجحت في ضبط مسؤول إحدى الوحدات المحلية سابقاً بكفر الشيخ استغل موقعه الوظيفي هو وآخر إبان فترة عملهما بالوحدة بالتواطؤ مع 4 من ملاك العقارات وتمكينهم من البناء على أراضي زراعية، الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 4 ملايين جنيه غرامات مستحقة لخزينة الدولة. تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإنشاء وإدارة كيان وهمي واستغلاله في إقامة الندوات والمؤتمرات للنصب والاحتيال على المواطنين بجمع تبرعات منهم بزعم أن الندوات المقامة تابعة لجهات حكومية وبحوزتهم أختام مقلدة وملصقات وشهادات منسوبة للكيان الوهمي. قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية تمكن من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في تزوير المحررات الرسمية لا سيما الأوراق الثبوتية وبحوزتهم الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير.